اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في قصر الضيافة في بورسودان، وبحث الطرفان مسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا. وشدد البرهان على الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين السوداني والإثيوبي. من بورت سودان معنا مراسل العربي وائل محمد حسن. وائل، زيارة أبي أحمد عقب زيارة وزير الخارجية السعودي، هل هناك ما يجري التحضير له وفق سياقات هذه اللقاءات؟ نعم أمال، هذه الزيارة والتي تعتبر أول مباحثات رئاسية ثنائية بعد اشتعال الحرب في أبريل من العام الماضي، تعتبر هي من ضمن التحركات التي يقوم بها المجتمع الدولي والإقليمي تجاه وقف الحرب في السودان. زيارة أبي أحمد أعقبت زيارة نائب وزير الخارجية السعودي والتي كانت بالأمس، والتي في جعبته دعوة المملكة العربية المتحدة للحكومة في بور السودان للعودة إلى مفاوضات جدة، وربما تصب الزيارة أيضا لأبي أحمد في ذات الخصوص، خصوصا وأن إعلام مجلس السيادة قال أن أبي أحمد تحدث على أن هذه الزيارة تأتي تضامنا مع الشعب السوداني، وأن الشعب الأثيوبي يرى إلى أمن وسلامة السودان وأراضيه، وأن أيضا الأثيوبية حريصة على السلام في السودان، وأنه يجب حل المشكلات داخليا. أيضا الفريق البرهان قدم رئيس الوزراء الأثيوبي وأوضح له مسببات الحرب والانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع وتدميرها للبنية، وأيضا أكد على العلاقات الجيدة التي تضم السودان وأثيوبيا وعلى ضرورة العلاقات. بعض المراقبين آمال تحدثوا على أن هذه الزيارة تأتي أيضا قبل أيام من المبادرة التي يقودها الاتحاد الإفريقي لضم الفرقاء السياسيين في أديس أبابا، خصوصا بعد مؤتمر القاهرة الذي أيضا جاء تحت شعار معا لدحر الحرب. يبدو أن المجتمع الدولي والإقليمي آمال بدأ يتحرك، خصوصا بعد شهور من السبات تجاه القضية السودانية وتجاه الحرب في، يجب إيقاف هذه الحرب، خصوصا كبير جدا من الدول التي بدأت تحس بالخطورة على أمنها، خصوصا وأن السودان يعتبر هو أمن استراتيجي من الدول، رأسها جمهورية مصر العربية وأيضا جمهورية أثيوبيا، وبالتالي بدأت هذه الدول في التحرك كيما تضع قدم لها في أي مساعي لحل المشكلة السودانية ولحل الحرب في السودان. آمال، شكرا لك. وائل محمد حسن مراسل العربي من بورت سودان.